صباح الخير بحلقة جديدة ونهار جديد ببرنامج أحلى صباحة برشاشة تلفزيون لبنان. أكيد نهار جديد نهار الاثنين 12 حزيران 2023 ننطلق بأسبوع جديد بهذا البرنامج مع طاقم العمل تبع أحلى صباح، وأكيد الزميلة بيا اليوم رح تكون عم تشاركنا بالحلقة. بونجور بيا. صباح الخير لك جوزيف. كيفك اليوم؟ ماشي الحال؟ أنت ماشي الحال؟ هذا الأسبوع يعني بتعرفي ويك أند، كان صيف كان طقس حلو، وهيك قررنا نعمل شوية جو، نروح على البحر ناخد لون، تعرف نغير جو. كان حلو والشمس كانت كمان حلوة. بس أهم شيء كمان بنذكر كل اللي عم بيتابعونا ينتبهوا من حرارة الشمس، يحطوا واقي الشمس. يعني أنت جزء أنا حاطط إيه، ورغم هيدا وكلات ما الشمس كانت قوية، ننتبه على الموضوع كمان حتى نتوقع ما يصير في حروق. وكمان بنفس الوقت في ناس عم بيروحوا بحالات إغماء واختناق نتيجة الشوب الكبير إذا تعرضنا لأشعة الشمس المباشرة، ننتبه لهذه النقطة. ما نروح الإكستريم. نعمل برمزاج، ننتبه على حالنا ولكن نضل كمان بالمعدلات اللازمة. أول ما نحس حالنا بلشنا نوجع ما نزيد على حالنا، نروح نقعد تحت الشمسية ونكمل نهارنا هوني. وننتبه لأولادنا أهم شيء كمان. قد مهم اليوم بهذا النهار 12 حزيران بيصادف اليوم العالمي للحد من عمالة الأطفال. قد في أولاد منلاقيهم على الشوارع، منلتقى فيهم كل يوم، منشوفهم على أبواب السيارات، بيجوا عم بيطلبوا منا يمكن مساعدة. وقد هولي بحق لهم يكونوا مثلهم مثل أي طفل تاني عم بيتلقوا التعليم. يعني ما بعرف، هون مناشدة لكل المعنيين. بعرف قدي في مؤسسات عم بتكون حاضنة لألهم، قدي في مؤسسات عم تهتم وعم ترعاهم، ولكن بنفس الوقت بعرف كتير أطفال على الطرقات مشردين بحثاً عن لقمة العيش، وللأسف عم بيكون في وراهم ناس عم بيشغلون. أبشع من هيك بكتير الأهالي يلي هن بيدفعوا أولادهم تيكونوا موجودين على الطرقات. بعرف قد الوضع الاقتصادي صعب، وبعرف قد الوضع المعيشي صعب كمان، ولكن رغم كل شيء بده يكون في إنسان عم بفكر بخيو الإنسان حتى نقدر نعمل فرق بالمجتمع، لأنه هيدا الجيل هو جيل واعد لمستقبل أفضل 100%. وبيا يعني بس نحكي نحن عن الأطفال والأطفال بالتحديد المشردين يمكن أو اللي بيوقفوا على الطرقات، كمان بنعرف إنه في كتير جمعيات عالمية عم تهتم بهذا الموضوع، وهن يعني بيحذروا الأشخاص إنه ما تعطون مصاري، ما تشجعوا هذا العمل، لأنه أكيد الأهل بالنهاية كمان هن اللي عم بيستفيدوا قبل الولاد. يعني الولد عم بياخد هذه المصاري عم بيعطيها لأهله، ما عم بيشتري فيها أكل، ما عم بيعمل شيء فيها، والأهل أكيد ما عم بيفكروا بولادهم لما بدهم يصرفوا المصاري. يعني في كتير أولويات بالنسبة لألهم قبل ولادهم، وهون لازم نحن نفكر شو فينا نساعد هول الأطفال، او كيف فينا نكون عم نقدم لهم شيء. يعني انا كذا مره بوقف بيكون بده مي الطفل، بعطيه مي او بعطيه مثلا ساندويتش اذا معي زياده، فهول يمكن اشياء بينبسطوا فيها اكثر من المصاري بحد ذاتها. ولكن نحن علينا كل واحد يهتم كمان ويكون عم بينشر وعي نوعا ما، عم بينتبه كمان ونعرف بالتحديد كمان هول الاشخاص مين. اذا بنفوت على عمق وداخل بيوت هالاطفال ما حدا بيعرف عن الثاني شو في جوزيف مثل ما بيقولوا، ولما نحكي معهم ونفوت بتفاصيل حياتهم بنعرف قد ايه هن موجوعين من جوا وقد ايه اهاليهم موجوعين من جوا. ما حدا بيقبل على ابنه انه يكون على الطريق، ولا اهل رح يقبلوا على اولادهم انه يكونوا هن مشردين، ولكن الظروف ولا ظروف احكام مثل ما بيقولوا. ان شاء الله بقى ما بقى بيكون في هيدي الامور الماساويه انا بدي اسميها، لانه عن جد عم بتحد من قدرات الاطفال ومن طاقات الاطفال. بنعرف قد ايه كل واحد منهم عنده تميز مختلف عن الاخر، قد ايه بيقدر يعطي اكثر من اي شخص ثاني، ولكن للاسف اللي عم بيصير اليوم على الطرقات ان كان بلبنان او حتى باي بلد ثاني، بعرف قد ايه هذا شيء موجع، وقد ايه هيدي الامور صعبه على الطفل بحد ذاته. يعني لما يكبر بكره ويرجع يختلط بالحياه ويبلش حياه جديده ويفوت على سوق العمل مثل ما بيقولوا، قد ايه رح يرجع يتذكر هيدا الماضي، قد ايه رح يكون معلم فيه، قد ايه رح يكون قوي بنفس الوقت، ولكن قد ايه رح يكون ضعيف المحلات المعينه، لانه رح يتذكر ماضي بشع كان لازم يكون هو مثله مثل اي طفل تاني. حق الطفوله هو للجميع، يكون عم بيعيشها، يلعب، يتعلم، يكون تحت كنف العائله، وبنفس الوقت يكون محمي من اي تعرض او اعتداء. على كل حال ان شاء الله بيكونوا المعنيين والمسؤولين اذانهم صاغيه حتى تنحل هيدي الازمه. ان شاء الله بهذا النهار العالمي لمكافحه عمل الاطفال نبطل على امل نشوف اخف واخف اطفال على الطرقات، اطفال منهم بالمدارس ما عم بيتعلموا لانه بيكونوا عم بيشتغلوا او عم بيكونوا كمان تحت ضغط معين ما لازم يكونوا تحته. فعلى امل انه هيدا النهار كمان يكون نهار توعوي ونقدر ننشر هيدا الخبريه للعالم كله. رح نعطي فكره سريعه لكل المشاهدين شو ناطرهم بصبحيتنا لليوم. البدايه رح تكون مع ماجي الخطيب مديره المقاصد للتدريب والاستشارات، حتى نحكي عن التعاون ما بين الجيش اللبناني والمقاصد لانجاز الدورات التدريبيه حول التكنولوجيا الرقميه.
رح نكون كمان بمقابلة مع الفنانة جمال أبو حمد اللي هي كاتبة ملحنة ممثلة ومخرجة، رح تخبرنا عن عمل جديد عم بتقوم فيه، أغنية وفيديو كليب كمان فكرت اكتب لك. ايضا ضيوفنا لليوم رئيس قسم الامراض العصبيه بجامعه ال اي يو مستشفى رزق الجامعي دكتور محمد السوقي، لحتى نحكي كيف ممكن لعلم الاعصاب الجنائي انه يكشف لنا المناحي العنفيه الاجراميه عند الانسان. طبعا مع باميلا حنين هي رح تحاوره. وكمان رح نكون بمقابله مع دكتور وسيم مدلج اللي هو دكتور بالهندسه الطبيه، رح يخبرنا عن علاج السرطان بالتبريد اللي هو علاج جديد، رح نتعرف على تفاصيله اكثر مع الدكتور. وبفقره بيوتي لليوم رح تنضم لنا خبيره التجميل فاطمه الزين حتى نحكي معها عن الوان التاتو مع بدايه الصيف. هذه كانت فكره سريعه عشان اعطيكم بصحيتنا لليوم، البدايه مع احوال الطقس. رح ننضم لنا جوسلين بوفارس من مصلحه الارصاد الجويه بمطار بيروت. صباح الخير جوسلين. صباح النور، كيفك؟ الحمد لله ماشي الحال. جوسلين لو سمحتي، بداية أسبوع جديدة وهيك بدنا فكرة شاملة عن درجات الحرارة وأحوال الطقس لليوم الثاني. نحن طقسنا ربيعي ورطب بهالفترة، بالنسبة لدرجات الحرارة هي دون معدلاتها الموسمية، بس للتذكير إنه درجات حرارة حزيران بين 22 و30 درجة، فنحن عم نكون بحدود على الساحل الحد الأقصى 28 درجة، يعني الأجواء مبوردة بعدها. اليوم طقسنا بالتفصيل غائم جزئيا، عندنا ضباب كثيف على المرتفعات بالفترة المسائية، بالنسبة للحرارة انخفاض كتير طفيف يعني يعتبر دون تعديل يسكر اجمالا. تليتها بكرة غائم جزئيا مع ضباب كثيف على المرتفعات اللي بتعلى بين 600 متر والـ 1100 متر، تكون الأجواء كأن العالم بحسوها رح تشتي بس هي ما فيها شتي. بالنسبة للحرارات دون تعديل على الساحل، ببلش ترتفع بالمناطق الداخلية والجبلية بس بشكل طفيف، بتنشط الرياح أحيانا. الأربعة غيم جزئيا مع رياح ناشطة بالمناطق الشمالية دون تعديل يسكر بدرجات الحرارة المناطق الساحلية، بتكمل ارتفاعها كمان بشكل طفيف بالمناطق الداخلية والجبلية مع أكيد تكون الضباب على المرتفعات. الخميس بداية النهار قليل الغيوم، بعد الظهر بتحول لغيم جزئيا ضباب على المرتفعات، انخفاض بدرجات الحرارة المناطق الداخلية والجبلية، هذا الشيء بيخلي الأجواء تكون مهيئة خلال فترة المساء لتساقط بعض الأمطار الخفيفة بالمناطق الشمالية الجبلية. بالنسبة لدرجات الحرارة اليوم على الساحل رح تروح من 19 ل 28 درجة، فوق جبال من 15 ل 25، وبالداخل من 15 ل 30 درجة. رياح سطحية عم بتكون الغالبة اليوم جنوبية غربية سرعتها بين 10 و30 كيلومتر بالساعة. الرؤية جيدة على الساحل، أكيد سيئة على المرتفعات بالفترة المسائية بسبب الضباب، والرطوبة على الساحل بين 60 و80%. البحر منخفض الموج، حرارة سطح المي 23 درجة. كل شيء لليوم. شكرا لك جوسلين بوفارس، يعطيك الف عافيه، وتحياتنا لكل العاملين بمصلحه الارصاد الجويه بمطار بيروت. جوزيف، يعني هيك بدايه اسبوع مشمسه ما كانت عم بتقول طقس ربيعي، مع انه احنا بدانا بفصل الصيف، حتى بنبلش يمكن ل 21 حزيران بندخل بفصل الصيف، ولكن هيك بتحس الاجواء رطوبه عاليه كثير، من هيك بنحس حالنا خلص فتنا بفصل الصيف. على كل حال ننتبه، وخاصه كل الاشخاص اللي بعدهم ما اخذوا قرار شو بدهم يعملوا اليوم، ما لهم غير ينضموا لنا لصبحيتنا يتابعونا. واكيد فقرات عديده بانتظاركم. انا ما هلا رح نقلع بصبحيه حلوه احنا وياكم مع الكوتش جولي رمال والهوليستيك سبورتس. مرحبا، معكم جولي رمال. اليوم نحن بدنا نركز على حركات كثير حلوه للترايسبس هون، هيدا بجنن للناس. عندك شوي لحمه هون، بدي اشيل هيدا اللحمه. اول شيء نحن عندك شوي بروبس هون، نحن عندك ماتلا او صوفا ماتلا مثل هيدا، اذا ما عندك هيدا مش مشكله جيبي شيء بالبيت مثله. ثاني نحن عندك 2 بوكس، إذا ما عندك هيدا 2 بلوكس جيبي شيء مثله، بركي 2 كتاب هون، أوكي؟
بعدين نحن عندك واحدة وزن كبير وواحدة وزن صغير. خلينا بلشنا شوي الحركات للترايسبس. Let's begin. So أول شيء نحن عندك إيدين من فوق المطلع، نحن بدنا مشي لتحت لفوق. هيدا حركات بجنن لبيجنر ليفل هون، منه كتير صعبة، بس عم تعمل preparation هون أول شيء لكتاف، because إذا عم تعمل tricep push-ups بدل العضلات بكتاف هون. يلا بعد 3 مرات هون، excellent. بعد 2 وآخر واحدة بس خلصت هون. إذا بتصير هيك هيدا كتير easy، بدي شيء أصعب no problem. كفي هون لقدام أكتر لقدام وترجع ترجع، بتكون أصعب هون لقدام لقدام لترجع لترجع. فينا أعمل 5 مرات، فينا أعمل 3 مرات، بس مهم في ركز هون الرياضة. بعد واحدة أوكي نحن خلصت warm up. هلا لكتاف هنركز الترايسب بوش أبس. أول شيء الأول حركات نحن عم نام هون المطلع، إيدين بتكون هون جلس ظهر. We're going to start very simple. Push your body لفوق، شد المادة ونرجع لتحت. هلا هون الكوع بتكون لجوا مش لبرا، هون هذا غلط. شد الكوع لجوا تطلع لفوق ونرجع لتحت. Let's go. 5 مرات. Again, هيدا شوي beginner level، يعني نحن عم تعمل set up على التكنيك هون. So بس خلصت هيدا بتنفس، وأكيد بدي أعمل شوي أصعب الحركات، لكن أنا مشي لقدام بعد شوي، يعني الهيبس بتكون هون مش فوق المطلع. عم ننزل لتحت. Position your hands مزبوط هون. Inhale, exhale لفوق لتحت لفوق لتحت. فينا عمل 5 أول ست. Inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale. بس خلصت هيدا حركات لازم دايركلي بتهز هون الترايسبس. هلا إذا هيدا كمان منه كتير صعبة بدي شيء أصعب no problem، نحن فينا مشي بعد شوي لقدام لقدام. جنو بتكون فوق المطلع وعم ننزل الترايسب بوش أب لتحت لفوق. 5 مرات، 3 4 و5. هلا انا عملت 3 ليفلز بيجنر انترميديت وادفانس ليفل هون. بعدين بس خلصت البيسك تريننج الحركات الطبيعيه هون، نحن عم جيب وزن كبير دايركتلي بدي شد الترايسبس هون. ايد شمال بتكون على الارض، ايد يمين لفوق تطلع لورا لقدام. 10 مرات، 2 3 4 5 6 7 8 9 10. دايركتلي نحن بدنا نعمل زيت الشيء على الثاني ايد هون. ليتس جو. على الكوع لفوق، انهيل اكسهيل بوش ات لورا، انهيل اكسهيل. 2 3. جود. 4 5 6 7 8 9. الأشرة مرتاح شوي العضلات هون. And let's go. الوزن خفيف، نحن بدنا نزيد شوي الرابس على 20 رابس مش أسبس 10. So let's go. Each ما بيكون فوق المطلع. We go quickly. 1 2 push. يعني بتكون أسرع هون، نحن عم نشتغل الترايسبس بتنفس. يلا بعد 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. شيل الوزن وتعمل زيت الشيء على الثاني مين هون. ليتس جو. ايتش ميل لفوق، انهيل اكسهيل اسرع. 1 2 بوش بريس 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 دونت ستوب. بتنفس هون، انهيل اكسهيل. يلا بعد 5 4 3 2 1 وشيل الوزن هون على الجنب. هلا نحن عملت شو؟ نحن عملت حركات طبيعية، حركات فتنس ما وزن، بس بدي فرجيكم الحركات مزبوط للترايسبس هون ما بلوكس. هيدا الأصعب وحدة كتير صعبة، بس عم تعمل هيدا نحن عم تعمل عضلات بالحياة. Not again for one month، مش بس لشهر لأسبوع بين ترايسبس، لا هيدا بيكون لحياة. So أول شيء البلوكس بتكون لقدام هون على الأرض. اوكي
مهم البلوك صاروا فيكس مش عم شد هون اوكي سو انا بدي ننزل لتحت ما كنترول وخليه هون مش ننزل كتير هيك هيدا غلط بس هيك النص يعني في شوي بريشر على الترايسبس وهاليه هون بركي لنص دقيقه لدقيقه 10 ثواني هون بس خلصت هيدا مرتاح الترايسبس وترجع السيت تاني شو السيت تاني من اول حركات ايدين بتكون هون نرجع البيسك ترايسبس 5 مرات inhale exhale inhale exhale inhale exhale 5 مرات هون بعدين ايدين على الارض تمام ليفل 2 انترميديت ليفل ننزل لتحت لفوق 5 مرات اوكي بعد مره بعدين ادفانس ليفل اذا بدكم مشي لقدام تمام 5 ترايسب بوش ابس اجين لتحت لفوق لتحت لفوق 3 اوكي فينا كفي هون على 5 اكسلنت نرجع هون دايركتلي عم اشتغل الوزن كبير 10 مرات يلا انا بس بدي اعمل 5 3 4 5 ثاني ايد زيتي سيستم ايد يمين بتكون بالارض او فوق التابي مثلا بعدين الثاني ايد always do doubles يعني تعمل doubles اذا عملت 5 هون لازم تعمل هلا 10 اذا عملت 10 مع وزن كبير لازم تعمل دبل 20 مرات مع وزن خفيف هون بس خلصت يلا دايركتلي على الثاني ايد لفوق لتحت لفوق لتحت بتنفس مرتاح الايدلات prepare for the next exercise مع البلوكس لقدام static اسمه static tricep training نحن عم ننزل لتحت هلي هون لنص دقيقة لدقيقة هون inhale exhale وعم ركز كتير على الايدلات يلا بعد 5 ثواني 4 3 2 1 وعم تطلع لفوق مرتاح الترايسبس اكسلنت سو هلا نحن درست كثير ايش الترايسبس يعني سو يو كان بي بيزي بالبيت او وين ما كان عم تعمل ترايسبس بالجيم وين ما كان نحن فينا نعمل هيدا خليني اجيب هيدا بلوكس لقدام وتعمل ستريتشنج للترايسبس كيف عم تعمل ستريتشنج اول شيء نحن بس بدي وحده بلوك هون على اليمين وببرم البلوك هون الايد الشمال بتكون فوق البلوك وانا عم ننزل لتحت هون هلا انا عم تعمل ستريتش لابر باك على الكتف والترايسبس هون اذا بدي بس ركز على الترايسبس لازم ببرم البلوك هيك بند يور البو خليه هون تعمل بوش كثير منيح هلا هيدا شوي ادفانس اذا هيدا كثير كومبليكيتد وصعبه مش مشكله حط ايد شمال لفوق الراس تعمل ترايسب ستريتش هون هني ركز على الايد يمين زيتي سيستم هون منشيل البلوك هون على الجنب واحدة ايد فوق تعمل ستريتش منيح بتنفس انهيل اكسهيل فينا خد كوع هون بوش داون او فينا اعمل شيء كثير سمبل ايد يمين لفوق تعمل ترايسب ستريتش بس خلصت رياضه لازم مرتاح الجسم مرتاح العضلات بتنفس 3 beautiful circles هيدا يوم inhale exhale بعد وحده واكيد بنشوفكم next time